عندنا البوس موديفيكيشن، تتذكري البوس موديفيكيشن؟ راح اذكرك بيه اللي هو ايه هذا البوس. مو عندنا بري موديفيكيشن، الصفة اللي قبل الهيد اللي هو الجيرل مو الهيد، الاسم اكو قبله صفة يسموها بري موديفيكيشن اللي هي بريتي جيرل، هذا بري موديفيكيشن. الثانية يسموها البوس موديفيكيشن اللي هي صفة بعد الجيرل، سواء هي صفة او هي ادفيرب اوف بليس او اي شيء، فهو يوصف لنا هذا الجيرل نسميه بوست، يعني الصفة اللاحقة او الوصف اللاحق. هسه شنو راح ناخذها كانواع هنا، كانواع يعني مرة تجي كرلاتيف كلوز مثل الهو، مرة تجي بها اي ان جي بارتيسيبل اي ان جي. هنا انا اشك بيها الدكتورة راح تجيبها كتكوين جمل، مثلا تقولي شطيني جملة بوست موديفيكيشن نان فاينايت كلاوز، تريدها بوست موديفيكيشن. مثلا هذا المان هو الهيد الرجل، شنو يجي وراه؟ ماكو قبل صفة، ماكو بري موديفيكيشن، اكو عندنا بوست موديفيكيشن ورا وصف اله. المان هو شبيه، هو رايتنج ذا اوبيتوري از ماي فريند، الرجل الذي يكتب النعي او الرثاء هو صديقي. هذا شنو الرجل؟ هنا عندي ريلاتيف كلاوز، انت مو تشوفيها هاي بوست موديفيكيشن ونان فاينايت كلاوز تروحين تكتبين للدكتورة هذا تريده تكون جمل، ترى لا، هذا ريلاتيف كلاوز، انتبهي، هو ها قاعد تراجع لك المواضيع السابقة، بعدين يلا تبدي بالموضوع منا، يبدي الموضوع منا. انا ذا مان رايتنج، هنا هاي الاي ان جي اللي هي ing participle clause اللي هي post modification non finite clause، تمام؟ هذا دا يراجعوا لك الموضوع السابق انه الهو هو relative clause، يصير نحط وراها will write، يصير نحط وراها will be writing، يصير نحط ورا الهو writes، يصير نحط ورا الهو is writing، يصير نحط ورا الهو wrote، ويصير نحط ورا الهو was writing. أي واحدة صحيحات إذا تريدين من عندهن وتكملين باقي الجملة. هو هذا قبل الـ is، هذا كليته subject، داخل السبجكت أكو هيد اللي هو المان، دا نوصفه إنه هو اللي كتب الرثاء، وبعدين قلت هو صديقي، هو الـ is هو الفاعل الرئيسي مال الجملة، وهذا المفعول به my friend اللي هو راجع لمن؟ راجع للمان، هو صديق اللي كتب الرثاء. هاي إذا قالت لك أريد post modification relative clause، مثلا relative clause كتكوين جمل تطيها واحدة من ذني، يقول هذا مان هو will write the arbitrary is my friend، هاي كتبنا لها جملة. قالت لك أرد بوست موديفيكيشن نون فاينايت كلاوز، تجين على هاي الأخيرة the man writing، شوفي هنا ماكو هو، هاي شنو؟ هذا participle ing، نوع ماله participle ing نون فاينايت كلاوز بوست موديفيكيشن، تمام؟ هذا كلي تلحكيته، هذا ستراكتشر. هي ما تقول لك أريد ذني، تقول لك it's structure، اريد الستركتشر التركيب مالها، اسمه ونوعه والفورم مالته، يعني هو شنو الفور بوست موديفيكيشن. راح تقولين the man writing the obituary، الرجل كتب النعي او الرثاء is my friend، هاي كملنا بها كتكوين جمل. ثاني شغلة احتمال ما تجيبها كتكوين جمل، تتذكرين بالكورس اول عندنا حالة يسموها الإكويفالنت جملة متكافئة، يعني شلون نسويها ريفريز؟ مثلا إذا هاي ما بها هو تحطي لها هو، عرفتي شلون نسوي ريفريز؟ تصير جملة متكافئة بالمعنى، بس تركيبتها تختلف بس تعطي نفس المعنى. هي هاي ما تعرف بالإكويفالنت، إكويفالنت جملة متكافئة، one of former more. شلون نسويها جملة متكافئة؟ مثلا ها هي تطيك اياها a tile يعني طابوقة، falling طابوقة الساقطة، لان ترى مو فعل رئيسي هنا، ده يوصف الطابوقة، اذا هذا post modification جا ورا الناون الاسم الرئيسي الهيد، ده يوصف بان هي ساقطة يعني الصفة مالتها،
بس الفعل الرئيسي للجملة هنا اللي هو الشاترد، تمزقت أو تقطعت إلى أشلاء، الطابوقة سقطت من السقف وبعدين تمزقت أو تكسرت into fragment إلى أجزاء at his feet على بقرب قدمه. فهذا الفعل الرئيسي، هذا كلي تسبجكت. أنا ليش أقسم لك الجملة؟ هي ما تريد تقسيمات الجملة، بس دا أوضح لك وأنا الفعل الرئيسي وهذا مو فعل رئيسي، إنه هذا participle ing، هذا non finite، إجا هنا كصفة معناتها طابوقة ساقطة، ساقطة صفة للطابوقة توصفها، جت وراها إذا هي post modification، شنو النوع مالها؟ finite non finite ing. زين هي تعطيك اياها، تقولش اعطيني الاكويفالنت. الاكويفالنت الجمله التكافؤيه، تجين شلون؟ بس تحطين وجه، تحذفين الطابوقه، طابوقه جماد اذا ولد او بنيه تحطين هو، اذا جماد تحطين وجه. ها سويتي اكويفالنت متكافئه بالمعنى، راح تقولين وجه هاي الفولينج، هاي هنا جت صفه ويا الطابقه، بس من نحط الريلاتيف كلاوز الهو او الويتش احط، احط لازم الفعل الرئيسي، مو صفه، لازم تجي كفعل رئيسي وياها شنو. اذا ارجعها على اصلها، فعل رئيسي مو فولينج، اقول فيل وانزل فروم اروف. مثل ما قلت لك الويتش والهو لازم يجي ورا فعل حقيقي، مو relative clause مثل هذا falling ing. تمام، which fell from a roof. هاي خلصنا من عدها، هاي اذا ارادت equivalent. نجي جملة اخرى هم ناخذها equivalent، مثلا تقول لك at the stage you will see a man carrying a large umbrella. ال carrying هنا هاي ال ing participle، راح تقولي لي انا شلون اندلها واعرفها، هواي اكو افعال هنا. راح اقسم لك الجمله، هي ما تريد التقسيم بس انا عم تفهمين. ات ستيشن هذا كليته ادفيرب، تمام، الفاعل وينه؟ تجين على الفاعل اليو، هذا كفاعل، هذا ويل اوكزيلاري، سي الفعل الرئيسي مال الجمله، المان هو المفعول به، هذا الهيد، الهيد اريد اوصفه. شنو اللي يجي وراه؟ نحن مو موضوعنا البوست موديفيكيشن، كل شيء يجي ورا المفعول به. الهيد هو يعني هذا هو الشيء اللي اريده انا، شغلي كله عليه، تجين تحددي هذا شنو وهذا، هذا مو ما بيه، اذا هذا بس اي ان جي بي كلمه واحده، وبهاي ان جي هاي بارتيسيبل اي ان جي نون فاينايت. تمام، هاي هي تعطيك اياها الجمله، انت هسه لقيت الشيء اللي تريدي. هسه شلون نسوي الاكويفالنت؟ ما تجين على النون فاينايت، تجين على الفعل الرئيسي مال الجمله اللي هو اليو، تشوفي هل هو كائن حي ام جماد، هو كائن حي، تحذفين اليو، تنزلين بداله هو. تمام، تنزلين الول، المان ايضا تحذفي، وفعل الجمله ايضا تحذفي، ما دام نزلتي الهو راح تاخذين الكارينج، تسوي هو فعل رئيسي مال الجمله. تمام، راح تقولين will be caring، لان الهوش قلناش تاخذ، ما تاخذ صفه، ما تاخذ participle، ما تاخذ non finite، تغيري تحولي كفعل رئيسي مثل هاي القاعده، مو قلت لك الهو، يا اما تاخذ will writing او will be writing، انا راح اصير will be caring، will be caring، ويصير قالت اي صيغه من ذني عادي صحيح، تصير تقولين هو مثلا cares تحطي له اس، هو مثلا caring تصير بالماضي، ما اعرف شلون تصير، او تقولين هو was caring هيك تصير، يعني واحده من عندهن تسويها. فهنا هو will be caring، من الذي سيحمل A large umbrella. لا تكمليها المكملة نفسها، كل شيء ما تسوين، هذا سويتي equivalent. زين إذا صعبة عليك تريد الإكويفالنت، الإكويفالنت مرات ما تريد relative clause، يجوز تسوي لك مطالب، مثلا تقول لك أريد equivalent as a ing participle،
شو راح تسوين؟ ما راح تستخدمين الهو. شو راح تسوين؟ راح تجيبين المان تحطي لذي تسوي كسبجج، راح تقولين the man. هنا أنا تريدين تنزين الكارينج، تريدين تحطين رايتينج بكيفك، المهم هي أي جملة. تريدين تقولين the man carrying a large umbrella، أو تقولين the man writing on the board، الرجل كتب على الصبورة. When you came in، عندما أتيت، تمام؟ زين إذا هي تطيج هذا وتقولش سوي لها equivalent، رأسا تجين تشيلين الذمان تحذفي، تقولين بدالة تشوفي هو جماد أو إنسان، هو إنسان أحط هو. الرايتنج ما يصير أنزلها إذا مو ياها auxiliary، قلنا الهو لازم فعل حقيقي ويا auxiliary، فراح تقولين was writing، هو was writing. حيل بسيطة، بس تحذفين الفاعل تضيفين هو. ها إذا هي طتشياه قالت لك أريد equivalent، جملة تكافؤية، تمام؟ أو إذا هي تريد أصلاً تريد equivalent ك ing تحطين هاي، إذا تريد ك relative clause تحطين هاي. إذا هي طتش هاي ورادتها equivalent تحوليها يعني relative clause، بس تشيلين الفاعل تحطين هو وتحطين هذا auxiliary يصير فعل رئيسي. شغلة أخرى بسيطة، إذا طتش هي state